قررت محكمة مصرية تأجيل محاكمة 371 من أنصار مرسي من بينهم نائب جماعة الإخوان المسلمين محمود عزت إلى جلستي 11 من أكتوبر تشرين الأول المقبل، وذلك في قضيتي اقتحام قسم شرطة العدوى بمحافظة المنيا ومحاولة قلب نظام الحكم. وفي شأن ذي صلة تم تأجيل محاكمة 7 متهمين بقضية مذبحة بورسعيد التي قتل فيها 73 مشجعا من النادي الأهلي في فبراير شباط 2012.